السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. لهذا اليوم راح نتحدث عن يونت 78. طبعا بهذا اليونت names with and without the، الجزء الثاني راح نتحدث عن الأسماء التي تأخذ the والأسماء التي لا تأخذ the. بالجزء الثاني عندنا الكلمات اللي ما تأخذ the، يعني ذن لازم نحفظن هذه الكلمات اللي لازم تحفظ، أسماء بعض الطرق، بعض التقاطعات، بعض الأشياء، هذا لازم ما تأخذ الذه. الأماكن العامة أيضا هذه ما تأخذ، مانشستر أيربورت، هارفارد يونيفرسيتي، هذه ما تأخذ الذه، ذن كلهن ما يأخذن الذه. كذلك عندنا يعني بعض المدن الأخرى أو الأماكن العامة المشهورة جدا، كامبريدج يونيفرسيتي، سيدني، أكو أشياء جدا معروفة يعني على مستوى العالم يعني، فهذا اللي ما تأخذ الذي. ليش؟ لأنه أصلا بالأصل نعرفه، ما يحتاج نقول لهم ذي حتى نعرفه إحنا أصلا يعني. ليش ما نعرفه إحنا؟ لأنه أصلا معرفة من أساسا. أكو واحد ما يعرف كامبريدج يونيفرسيتي؟ أكو واحد بالدنيا ما يعرف كامبريدج يونيفرسيتي؟ ماكو حد يعني. البنايات الأخرى اللي ما تكون معرفة، مثلا عندنا ذن The Holiday Inn، هذه كلش يعني مهمات، ذني اللي بالخط هذا لازم ينحفظن، ذني لازم نعرفن انه ذني ما ياخذن يعني عفوا ذني ياخذن الذي، ذني ياخذن الذي، ذني كلش كلش مهمات. Names of with the usually have، كل الأسماء وأنا ذكرتها الملاحظة قبل، شكو جملة بيها of لازم تأخذ ذه، شكو كلمة حتى لو university، من نشوف ذه of قول ذه، من نشوف ال of قول ذه، ومن نشوف ذه قول of، إذن إيه جنسوية ذن يعني، خليه نبارك يعني. عندنا يعني الصحف، أسماء الصحف والمجلات العالمية دائما تأخذ ذه، دائما تأخذ ذه، خليها ملاحظة بالك هذه دائما يعني. تاخذ الذي دائما ذني تاخذ الذي. طبعا هذا اليونت مهم شويه، به هواي اشياء لازم نركز عليها ولازم نحفظها، لازم نحفظ خصوصا هذه، ما هذه شويه لازم نحفظها يعني.